اخوي حدث الراجل فين؟ حضرتك مراته؟ ايوه مراته. ايوه يا ابني مراته. وانا ابوه هو فين؟ هو خرج من اوضه العمليات وان شاء الله خير. عمليات؟ عمليات ايه؟ انت بس يما لما نفهم. انا ازاي بقول لك ابوك طلع من اوضه العمليات؟ يا جماعه ارجوكم لو سمحتوا اهدوا وتفضلوا استريحوا ان شاء الله خير. نادي ايه وزفتيه بقى تقول لنا فين بالظبط اهدوا؟ اللهم لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. حبيبي يا بابا. يا حبيبي يا بابا. اهدي يا ندى مش كده ان شاء الله خير. انا هنزل اروح لهم انا مش قادره اقعد اكتر من كده. تروحي فين؟ احنا شويه كده ونكلمهم ونطمن عليهم. ومين بس اللي هيقدر يستنى يا سمية؟ طيب اهدي وانا هكلم باسم اطمن عليهم. الو. ايوه يا باسم. ها ايه الاخبار عندك؟ طمني. هدي هدي. الو. ايوه باسم طمني يا باسم ارجوك على بابا انا قاعده هنا بموت. اتفضلي حضرتك. راجع حبيبي. ايوه ايوه يا ندي حبيبي. ما تعرفش نفسك زي ما الدكتور قالك. ما تتكلمش يا حبيبي ما تتكلمش يا روحي. حلمت باللي حصل يا ندي. حلمت حبيبي حلمت انك زي الفل زي القشطه منور وزي الفل كله. طب اسمعيني يا رجعت فبكل كلمة هقولها لك يظهر ربنا يكرمني وهموت شهيد. لا بصني يا حبيبي لو النبي رضي ما تقولش ببوك يا حبيبي. انت كويس وزي الفل بس ما تعبش نفسك يا حبيبي. ما تعبش نفسك يا رضي. عايز ارتاح من شهاده الدنيا. بعد الشر عليك يا اخويا تبقى كويس وزي الفل. ده مش شر ده خير. خير كبير قوي. الشر اللي ارتاح منه انت هتورثيه يا نجات. شعرك صعب نجات. أنا الكل اللي طلبه منك تاخدي بالك من ندى وبس. دول أمانة في رقبتك. وأبويا حطي في عينيك يا رجل. أنا مش خايف عليك. مش خايف عليك يا رجل. انك طول عمرك اصيله وكتمه. انا عشت معاك العمر كله وانا عارف انك ست من الادراك. بس لو بتقولك انا جات الايام اللي جايه دي صعبه اوي. الايام اللي جايه محتاجة توفى على رجليك. لا حبيبي ما تعبش نفسك. بتوحشيني يا رجال. ايوه وحشني بس المهم ده بالرغي ما نجت ولا ابويا ان انا عشت علشان يعيشوا من بلدي مرفعين الراس. لا 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 يا ماما يا حبيبتي فهميني بقى.
المبلغ اللي عرضه المشتري ده ما كناش نحلم بيه ابدا. يا حبيبتي صدقيني دي فرصة العمر. انت ليه يا هاني عاوز تشحططني وتبهدلني وانا في قبري ده؟ انا برضو يا ماما، ده انا عايز الخير ليا وليكي. والخير هيجي منين بعد اللي انت هتعمله ده؟ تقدر تقولي هنعيش فين بعد ما نسيب بيتنا؟ اوعى تقولي هنسافر. خلاص بلاش نسافر، احنا هيبقى معانا فلوس كتير جدا، هجيب لك شقه في الحته اللي انت عاوزاها. لا انا مرتاحه هنا. على فكره بقى انت كده بتقفلها في وشي من كل ناحيه عشان شويه كلام فارغ ما بيجيبش همه. اهلي، حتتي، ذكرياتي. وده برضه كلام فارغ يا هاني. ايوه كلام فارغ يا ماما، لان بيع البيت هو الفرصه الوحيده اللي قدامي عشان امسك فيها مبلغ كويس امن بيه حياتي واشوف مستقبلي. ولا عاجبك قعدتي جنبك كده لا شغله ولا مشغله ويا دوبك معاش بابا على ايجار البيت بيكفونا بالعافيه؟ ما انت اللي انبلط في الخط ومش عاوز تشتغل. وانا لقيت شغلانه كويسه وقلت لا. يعني ايه كويسه ومش كويسه؟ ابتدي واحده واحده وربنا هيكرمك. يوه انا مش عايز اسمع الكلام ده تاني يا ماما، ولا عايز انا اسيب لك البيت ولا اطفش ولا انتحر ولا اقول في 60 دقيقه. ياه هي حصلت للدرجه دي يا هاني؟ اعمل ايه يا ماما؟ ما انت لازم تحس بيها شويه. طيب يا هاني سيبني شويه بس ادور الحكايه في دماغي واللي فيه الخير يقدمه ربنا. حلو ده يا ماما، انا هجيب المعلم حسونة هو المشتري عينه البيت ويتكلم معاك انت والسكان. ما انا قلت لك اجل الموضوع ده شويه، يومين ثلاثه هجيبهم واخلص معاهم. ولو ده ما حصلش يا ماما صدقيني مش هتشوفوا وشي في البيت ده تاني. ده يعني ان حضرتك تيجي بدري؟ في عندنا حالة وفاة والمحلات كلها قفلت. انا كنت هكلم حضرتك في التليفون. ليه؟ اصل الدواء بتاع الهاني مخلص اخر حاجة خدتها امبارح، بس انا اللي نسيت ابلغك. مش مشكلة، انا راجع الشارع تاني علشان اعزي، هبقى اجيبه معايا وانا راجع. دكتور هي الهاني ليه بتاخد الدواء ده بالعافية؟ هو مش المفروض ان ده العلاج بتاعها؟ لا انا بس بسال. ومن امتى وانت بتسالي يا سعديه؟ ولا نسيتي الشرط لما لميتك وشغلتك عندي هنا؟ لا فاكره. لا شكلك نسيت يا سعديه، نسيت انا عطفت عليكي ولميتك وجبتك عندي هنا وانت عارفه كان زمانك فين دلوقتي. خلاص يا دكتور انا مش هسالك في حاجه تانيه ابدا. مع اني ما بحبش اقول الكلمه مرتين لكن هعديها لك المره دي، هعتبر نفسي ما سمعت سؤالك. بس انا عايزك يا سعديه تاكلي عيش وانت ساكته، تنفذي اوامري بالحرف الواحد والا ابواب السجن مفتوحه لك وانت عارفه محكوم عليكي قد ايه. يا دكتور خلاص اول واخر مره. اتفضلي اجري اعملي فنجان قهوه، يلا عبال ما اغير هدومي. حاضر. أنا عارف إنك فاهمة وسامعة كل حاجة. سعدية دي مجرمة ومحكوم عليها وهي هربانة، محكوم عليها غياب. بس ما تخافيش هي مش هتعمل لك أي حاجة تأذيكي أنا مش عايزها. يا رجاء بطلي بقى المحاولات الخايبة اللي أنت بتعمليها دي، بطلي واهمدي بقى. أنا خلاص أنا بقيت قدرك يا رجاء ومش هتقدري تفلتي مني. ولو زهقت منك هخليها تخلصني منك خالص.